يا رب. نعم، ما بقي لرمضان إلا شوي، غمضة عين وشوي تاني بتلاقوا رمضان راح. يعني هو الضيف الغريب يلي بيجي بسرعة وبيروح بسرعة. نستنى كل السنة رمضان، وبعدين بيجي رمضان غمضي عينكم فتحوا عينكم راح رمضان. سبحان الله، هاد رمضان سبحان الله أنا بلاقيه هو مثال صغير للدنيا تبعنا عن جد، لهالحياة اللي نحنا هالدنيا على دنيا نحنا اللي خايفين عليها. هي مثل شهر رمضان عن جد، مثل شهر رمضان. حياة بني آدم مثل شهر رمضان، عيشته بهالدنيا مثل شهر رمضان، أياما معدودات. نعم سبحان الله، وحياتنا كلها أياما معدودات سبحان الله. غمض عين فتح عين، صرنا عند الخالق وعند البارئ. يا رب الله يجعلنا، يجعل خاتمتنا على الإيمان، واجعلها على طاعة الله، يجعلنا ممن يصحو ويعو ولا يكون من الغافلين. هي الشغلة كتير كتير مهمة، الغفلة، الغفلة. الله يعيدنا من ساعة الغفلة. نحن كلنا الله سبحانه وتعالى حط فينا الأمل، لولا الأمل الإنسان ما بيستمر بالحياة. بس أملنا لما بيكون أملنا بالله نستمر بحياتنا وبآخرتنا كمان. يعني هي الشغلة اللي لازم تستوعبها، مو الأمل إنه الإنسان يعيش، الأمل إنه تستمر حياته بعد الموت. هذا أحلى أمل. كيف هذا بيجي؟ بيجي لما نحن بنعرف إنه الموت حق ولا ننساه، ونعيش بأمل أن يغفر الله لنا، ونعمل بالحسنى مع الناس، نساعد بعضنا، لأنه هذا من الدين، هذا من العبادة. الأمل في بالحياة، بالاستمرار بالحياة حتى بعد الموت، بيخلينا دائما واعيين أن الموت حق، ونحن سعداء أننا نعمل حتى نرى نتيجة عملنا. فاعملوا ليرى الله عملكم، مزبوط، فسوف يرى الله عملكم. يعني خليكم دائما صاحين لأفعالكم. كيف نبقى صاحين لأفعالنا؟ نبقى صاحين لأفعالنا أنه دائما نذكر ونحاسب أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هي كتير مهمة. لما دائما تكونوا بتحاسبوا أنفسكم وتراجعوا أخطائكم وبتصلحوا من أعمالكم وبتدعوا لرب العالمين، تقول يا رب اللهم أصلح لنا أحوالنا كما أصلحت لنا خلقنا، أصلح لنا أعمالنا. يعني هي كتير مهمة. كيف تحضيراتكم لرمضان؟ يلا لشوف. بس أنا بنعمة فضل الله الحمد لله، قرب رمضان، يلا غمضة عين. الله يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الحديث. ممكن تحديث عن رمضان في أمريكا، هل بتحسوا بالأجواء الرمضانية مثل عنا بالبلاد الشام؟ أول شيء أنا بسمع أنه بلاد الشام هلأ ما عاد عم يحس بالأجواء. هي ليك يا حبيبة قلبي، الأجواء يا أختي أو يا أخي، الأجواء أنت اللي بتصنع ببيتك، وأنت اللي بتلغيها من بيتك بأي مكان وبأي بلد. الأجواء الرمضانية تنبع منكم بالعبادة. نحن اللي ببلادنا بقيت الأجواء اللي بقيت بس مظاهر، ولكن مظاهر تسلية ولكن ليست مظاهر عبادة. يعني أسعد وقت للناس لما بيصوموا بيطلعوا بعدين برا بيسهروا، بيطلعوا لبرا، مزبوط، بيطلعوا بيتمشوا، بينزلوا على السوق، هاي هي اللي بيلاقوها حلوة. يعني أنا على حسب علمي الناس بالليل بيطلعوا على القهاوي وعلى ما بعرف شو والأراجيل، بيساووا شيء ما بيساووا بخلال السنة الثانية. بقى متعتهم مو متعة رمضانية، متعتهم أن رمضان خلاهم بالليل يقوموا يسهروا ويتسلوا، وهي هي مو غاية رمضان سبحان الله. طبعا إلا ما رحم ربي أكيد. بقى رمضان بأي مكان فينكم سبحان الله تهيئوا الأجواء على حسب أنتو شلون تقربكم من الله سبحانه وتعالى. مثل سبحان الله الحج، في ناس تدفع أموال طائلة بتروح بتحج، ما كسبوا من حجهم غير المال اللي صرفوه والوقت اللي قضوه بس، ولكن هل طهرت أنفسهم؟ لا. سبحان الله الحج نفس رمضان، من مبدأ أن الإنسان بيروح الحج لازم يربي نفسه كتير، يبتعد عن النميمة، يبتعد عن الغيبة، لازم ما يغضب، لازم ما يقتل، لازم ما يعمل. هذا شيء مو سهل على فكرة بوقت الحج، يعني لا شعوريا إنسان أقل ممكن يحاسب، يطلع على الناس ويحكم عليهم سبحان الله. أنا قلت الحمد لله رب العالمين دي أكرمني رحت عمرة. العمرة هي رحمة من رب العالمين حتى تدربنا، لما يصير وقت نروح على الحج
كن نعرف انه نحن نغض النظر، مو ننزل نحاسب الناس على افعالهم. وقت الحج اجتماع شلون بدي اقول لك، بدي اقول لكم انواع من الناس، مختلفه الافكار، مختلفه العادات والتقاليد، كلنا مجتمع مكان واحد غايه رضا الله. بس شو بيصير؟ كل واحد على حسب عاداته وتقاليده بينتقد الثاني. بقى سبحان الله، روحت العمره قبل هي تدريب للنفس وتهذيب للنفس، بعدين بيروح الانسان للحج جاهز، امرك مطاع يا رب. نفس الشيء بالصيام، عندنا شعبان، شعبان هلا الاشهر الحرم، خاصه شعبان هو تدريب للنفس وتطهير للنفس مثل العمره، بعدين ادخلوا في رمضان مثل الحج، بشان الانسان يعرف حاله داخل بده يعبد الله، يعبد الله حق عبادته. بقى هاي الشغله بتساعدكم كتير كتير على انه تعرفوا شو الصح والغلط. مو بس وقت رمضان نحن هي بدنا نحضر انفسنا بشعبان، بيجي رمضان نضغط على انفسنا، نجاهد انفسنا حتى نمشي على الصراط المستقيم، وكون زواداتنا هيك مرتبه محلها، منزود الزواده معانا، لانه لاخر السنه نضلنا عم نشتغل حتى الشيء اللي عملناه برمضان ما نتركه لبعد رمضان. مو انه والله اول ما خلص رمضان حضرنا العيد يوخ يلا روح وجنوا، لا لا، رمضان تذكره انه حياتنا قصيره، وحياتنا مثل ما بتبدا مفتكرين حنا مع العمر، لا مثل ما هلا كيف بنضلنا نستنى رمضان، رمضان جاي، رمضان جاي، رمضان جاي، رمضان فات، رمضان اول اسبوع راح، ثاني اسبوع راح، ثالث اسبوع راح، رابع اسبوع خلص رمضان، وين رمضان؟ ما لحقنا، شو سوينا؟ ما عملنا. هيك حياتنا هباء منثورة، سبحان الله. هيك حياتنا نحن، بيصير الإنسان بالحياة بيحس حاله الإنسان مثل رمضان نهايته، وين أنا؟ خاصة لما الإنسان بيعرف حاله ما بقي شيء من العمر إلا القليل، سبحان الله. شو عملت؟ شو ساويت أنا؟ شو لحقت؟ هيك بيصير فينا، فكروا بنفسكم، فكروا برمضان عن جد، بتلاقي أمان من عملتوا عبادة، لما بيجي آخر يوم من رمضان، رمضان ما عملت هيك، التهيت بالطبخ، التهيت بالنفخ، التهيت بالولاد، التهيت بالعزايم، أو مسلسل نحط شغلة، طب شو استفدت؟ كله سويعات قليلة جدا من شهر فضيل كبير الله هدانا يا عطانا يا سبحان الله. معكم تذوق الطعام للمرأة في نهار رمضان. أول شيء أنتي معروف لك هي شغلة عادة، بتقدري تتحكمي وبتقدري ساعتها أنك تطبخي من دون ما تتذوقي صراحة. هاي هلا تعس يعني صار في لا عذر اذا كان الزوج زوجها عسر جدا، اذا زوجك عسر وصعب وبيخانق وبيعمل ساعتها يحققي راس لسانه تبزئيه. بس اذا كان زوجك سهل وماشي بدوق وممكن يزيد ملح ومو مشكله، خلص معناتها ما عندك عذر، ما بيصير ساعتها هيك عم تعملي شيء، انت عم تعملي شيء مكروه. هديك اللي بيكون زوجها عسر كتير، بيضرب، بيخانق، ببهدل، بيأذي، ممكن يساوي شغلات، وما حد صفي هيك رجال قليل. والإنسان لما بده يدخل برمضان وزوجها يكون يضل هيك، معناته شو منه من صيامه؟ يا محلا يكون الأكل ملحه قليل ولا يكون ملح زيادة، خلي ملح قليل وحطي مملحة قدامك ورشه خلاص مو مشكلة، يعني شغلتها بسيطة. تاني شي حبيبتي لا تنسي إنه برمضان شو بيصير فينا، بتطبخ الطبخة بتجهزيها. نعم ايوه، اذا الملح قليل له حل. المراه دائما اكثريت الاحيان شو بيصير، ونحن فينا نعود زواجنا، يلا خذ تمره وكاسه حليب وموقف، شو صلي وموقف صلي، ساعتها قبل ما يصلي رشه ملح حطي لها زبطت، لانه دقتي الاكله، يعني مو هالشغله البسيطه صعبه يعني. بقى انا بظن انا اتجنب هالشي، انا حتى صرت لعاده اني بعد رمضان بطبخ بدون ما اتذوق الاكل. هلا اليوم طبخت شوربه عدس، بس برش بعير بعير، خلص خلصت، لسه بدها ملح، رشيت لها شويه ملح. كيف نوزع الوقت بالليل النوم؟ كل واحد حر. هلا انا من ناحيتي حبيباتي برمضان، لانه وقت افطر راسي بيكون عم يجعني، بحب اشرب فنجان قهوه. لما اشرب فنجان قهوه بسهر خلال السهر، بقى بصير في قراءه قران. هلا لما صرت اطلع معكم احكي بث مثلا ديني او شيء او اسئله دينيه، مسكر البث، بقعد بصلي، زوجي بيروح بينام، زوجي بيقدر ينام له ساعتين ويصحى. هلا كل انسان بيساوي ينظم على حسب وقته، قيام الليل هو التراويح، هو يعتبر قيام الليل. صلاة التراويح هي قيام الليل، بصلوها 8، بصلوها 10، 12، بتصلوها 10، بصلوها 20، اللي بدكم اياه. المسلسلات هذا ما له علاقة، لازم ما يكون موجودة أصلا يا حبيباتي.
مسلسلات برمضان لازم، هاي ما لها علاقة برمضان. ليكو هلا في شغلة كتير مهمة، خلوا حاكوا أنفسكم أنتو فيها. أي مسلسل عم ينزل برمضان يا حبيباتي بعد رمضان تقدروا تشوفوا، كله يوتيوب بنزله، كل الناس منزلينه، يعني ما حيروح عليكم شيء إذا بتحبوا تشوفوا. أنا بالنسبة إلي لا هاي رمضان هو تدريب حتى نبعد عن هيك أمور، مو لنا عم نتفرج عليها. نعم كنت أطلع معكم بعد الترويح، فأنا من جهتي حبيبتي بسهر. هلأ هالسنة ما بعرف حالي إذا حقدر أسهر، بس بسهر على العبادة مو بسهر مع الناس. يعني أول شيء مثل كنت أطلع معاكم نحكي لنا كم كلمة دينية ونجتمع، بعدين بصير عندي مثلا 12 وحدة بسكر بقعد بقرأ قرآن، بقرأ جزئي الأجزاء اللي عندي، براجع عندي مراجعة، عندي شغلة بقرأها، بعدين بيجي الفجر بصلي صلاة الفجر وبروح بنام لي شي كم ساعة. عفوا في عم يجيني سؤال. المهم بروح بصلي الفجر، إذا الله قدرني واستنيت لوقت الضحى بصلي الضحى، ما قدرت بنام وبصحى قبل الظهر بشان صلي صلاة الضحى. بقى حبيبتي هذا تعديل الوقت وكيف تفيقي هذا انت عادي لك، بس المهم زيدي من عباداتك. لك حلاوة رمضان ثوابه ليلا نهارا طاعات وعبادات، يعني لا تخلوا النهار يروح كله حبيباتي بسم الله الرحمن الرحيم بالطبخ والنفخ والولاد والضيع والعبادة. قللوا أنواع الطبخ، طبخة واحدة والله بتعبي بطن زوجك وبتعبي بطنكم، وما في داعي إنه تعملوا أنواع كتيرة وبالأخير ما تعرفي شلون بدك تروحي بالأكل. من طبخ يلي أنا طبخت ليوم إذا كان كتير وبدها تزيد بوزع منها. طيب لا ليكي لحلك شغلي برمضان ما بتوزعي الزايد حبيبتي، برمضان تعصي من راس العلمة بتوزعي، هون الثواب بيجي حبيبتي. تعطي من رأس العلمة، العلمة يعني طبخة مو بتعدي بدها تاكل وتفطر وبعدين بتاخدي سكبة بتعطي للجيران، ما بيصير هيك، جيرانك صايمين مثلك فما بيصير تبعتي زيادتك انت، يعني ما بدك تكسبي ثواب، هيك لازم تعملي يا من أصلا بتحسبي. طيب خلاص حبيبتي، بس المهم الغاية انه ما يكون طول نهارك نفخ طبخ، بس المهم أنا الغاية منها تنويع الأكل مو حجم الطبخة. الطبخة إذا كانت هالقد ولا هالقد بتاخد نفس الشيء. هلأ ساويت شربة عدس، ساويت شوي وساوية أكتر نفس الوقت ونفس الكمية ونفس الشيء، يعني ما هتاخد من الوقت زيادة إلا لما يكون طبخة خضرة وكل شيء بدها تقطيع زيادة، بس ما هتاخد من كل وقتك. هل إبرة الإنسولين لمرضى السكر تفطر المسلم في نهار رمضان؟ ما أظن، ما أظن فيها حبيبتي، بس بتأكدك منها إن شاء الله. بس اي شيء ابره بابره حبيبتي على ما اظن مشان الابره انا حاتاكد لك منها لانه لا تاخذي مني، بس بعرف انه الابر ما عدا ابر الفيتامين حرام، ابر الفيتامين لا يجوز اخذها، هي لازم تعرفوها برمضان لانه هي مغذيه مغذيات، بس اي ابر رمضانيه ما دام ما عم تدخل عن طريق مجرى الاكل ما فيها شيء، يعني اذا وحده بتاخذ اي ابر ما اظن فيها شيء ابدا. بس على كل الاحوال لحتأكد لك من الجواب وبرجع لكم، ذكريني مرة تانية بالبث التاني نحكي، بس دائما الإبر الفيتامين ما بتجوز برمضان هاي الشغلة. ورزاز خالي البخاخ ما في شي حبيبتي، لا عفو عنه، البخاخ تبع الحساسية الصدر تبع الأزمة، الأزمة ما بس تبع الربو ما في شي، مو مشكلة فينكم تاخدوا البخاخ. بقى هاي شغلات عادية بسيطة معروفة، أنا أولادي لأنه عندهم ربو بقى دائما هاي بعرفها أنا ما فيها شيء، أنا كيف بدي أنظم وقتي وعندي أولاد. حبيبتي من أي ناحية تنظم وقتك؟ عندك أولاد ما بينام أولادك؟ خلي عبادتك بالليل تعبد، خلي لك يا حبيبتي أول شغلة تلفزيون بدك تلغي، أولاد مولاد كبار صغار بدك تلغي وتخلي بالتلفزيون شغلات دينية وقرآن إذا بدك، أو أناشيد أو شغلات للأطفال بس دينية، هاي أهم شيء. بقى هذا الشيء بيكون في ذكر وإنتي عم تشتغلي. هلأ مثلا ماما قاعدة تحت نزلت لعندهاش فتحت، أنا بحب هيك فتحت التلفزيون على محطة إقرأ، بعدين قلبت على محطة القرآن، في نوعين محطة القرآن، واحد تبع المكة وفي محطة اسمها قرآن تي في حاطين صوت عبد الباسط، صوت عبد الباسط قمت حطيتها. سبحان الله ما في أجمل تكوني إنتي عم أيوة قصص الأطفال الكرتون، نعم بس ما في أجمل أنت تكوني عم تشتغلي عم تسمعي قرآن
ويكون بعلمك يا حبيباتي انتو الكل يا اخواتي يا اخوان اولادكم بيهدوا بيهدي روعهم لما تكون القرآن شغال بالبيت. الملائكة بتحوطهم بيقوم بيهدوا. ممكن اول مرة تاني مرة ما يعجبهم هي، بس شوي شوي لما يكون القرآن شغال بالبيت دائما الاولاد بتهدى، النفس بتهدى. سبحان الله من قدرة الشياطين، يعني هي معروفة، يعني ليكو شياطين الانس والجن، لانه الله سبحانه وتعالى بسورة الناس شو قال؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لانه احيانا النفوس هي الجنة بقى بتهديها. ان النفس لأمارة في السوء الى ما رحم ربي. بدك تهدي نفسك حطي قرآن، نشيد، ذكر، حديث، قصص للأطفال. فينك تلهي من دون ما تحطي أفلام كرتون وضوجة وأخذ وعطى، بس هذا يكون انتصار ما فيه تفرضي عليه. يعني نحنا في عنا بالصيام شو السنة المستحبة بالصيام؟ أول شيء الإنسان يعجل بالفطر، بعدين كمان الدعاء لما يبدأ بالفطر، اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، يعني هذا الدعاء كمان من المستحبات. من الدعاء اكثر بالصدقة، عفوا من المستحب في الصيام اكثر من الصدقة. من المستحب قراءة القرآن او الذكر الله والعبادة والطاعات وحتى الاعتكاف. قراءة القرآن هي ليست بالمنافسة عدد الاجزاء وبأي جزء، هي الغاية منها افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. يا حبيباتي اذا كانت وحدة تقرأ القرآن وقرأت جزئين برمضان كله بتدبر وبتمعن وقراءة صحيحة ومخرج صحيح، ثواب فيها اجتهاد أكثر، ثواب أكثر من اللي بتقرأ أعداد 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 من دون ما تفهم شو عم تقرأ. ماما الله يخلينا إياها ساوتنا مثل ما قلت لكم ورق عنب، ساوت لنا كبة، ساوت لنا شو ساوت لنا، والله ساوت كل مرة عم تساوي لنا أكلة. مبارح قضيناها بيرز بازاليا لأنه داخلنا، عم ساوي شربات دائما. وبيني وبينكم لك وأنا المجننة والدتي، أنا كتير أكلي خفيفة، بساوي شغلات خفيفة، حتى لو ساو أنا ما كنا كباب الحمد لله، الله يزيد النعمة يا رب. محاول أتذكر شو شغلات نسيت، كله أكل سبحان الله خفيف. بقى أنا اللي مضايقتها لماما من كتر ما أكلي خفيف، وماما بتحب الأكلات اللي هيك الظريفة المرتبة. تطر برك ساوينا ما تشبه شش برك بس بلبن بارد. قبل بيوم شو طبخنا؟ يا الله ليش عم نسياني والله، انه قبل اجينا نطبخ شش برك لما انا صابت اللون اكل نسيت شو سويت، عم بنسي.